ستوب، أي شخصية كانت كتير ناصحة بفترة المراهقة؟ مونيكا. صح. بأي مجال بتشتغل ريتشل؟ موضة. صح. أي شخصية من فريندز بتعطي دروس بالجامعة؟ روس. صح. شو اسم الويتر اللي مغروم بريتشل؟ طارق. باس باس. أي جملة بيستعمل جوي تيحكي مع بنت عجبته؟ How you doing. صح. شو اسم ابنه لروس من مرته الأولى؟ بن. صح. عم بيعطوك إجابات ممنوع. أولاد مين بتحبل فيهم فيبي بالتلقيح الاصطناعي؟ لا ما تنقل. ما راح أحسبه، ما راح أحسبه. شو عنوان آخر حلقة من فريندز؟ نسيت. ما بعرف. The Last One. بأي مسلسل بيلعب جوي دور دكتور دريك راموري؟ الهيبة. هيدا سالم. بنسمع يعطيك علامات. نسيت نسيت. مين خيال مونيكا؟ روس. صح. شو اسم الممثل اللي بيلعب دول تشاندلر؟ نسيت. ماثيو بيري. مين بيعمل سولاريوم؟ شمر. ماثيو بيري. مين بيعمل سولاريوم غلط لدرجة بيصير أسود؟ خلص الوقت. ست علامات. برافو ليس. برافو برافو. لا شو جوابه هيدا؟ مين بيعمل مجموعك 15؟ مين بيعمل؟ مين بيعمل شو؟ سولاريوم. دكتور سولاريوم. روس بهيدي السيريز روس بيعمل سولاريوم بصير لونه أسود. جواباته صح. كانوا كلهم عم يجاوبوا معك شباب ورا. برافو للجمهور. طارق صرنا عندك يا طارق. حظنا الجمهور هلا قوي بالافلام. كنا نقينا موفي. كنت نقيت موفي.